السلام عليكم عشاق الخيول، اينما كنتم تحياتي لكم. هذا الفيديو هذا فيه حصان بارب وجوج ديال العودات. غنعطيكم المعلومات ديال اي حاجه. غنبداو معكم بهاد العوده، هادي عوده زرقاء والده جدع. المهم هي وجدع ديالها طال فيهم 4 ديال المليون اونص، 45,000 درهم، وهي بوحدها 3 ديال المليون. ضاره عندها جدع وضاره. المهم بجوج بهم هاد العودات اللي غنبين لكم ضارين. هي هادي نيت ضاره الاخوان اللي بغاها، مرحبا. كتواجد نواحي الدار البيضاء والزرقاء اللي بارطاجيت معكم بلا ولد 3 ديال المليون ونص. غادي نعاود نسطر عليها. مهم ونبداو معكم في هادي. هادي جوج ديال المليون الاخوان اللي بغاها، مرحبا. او جوج المليون اونص، 25,000 درهم اللي بغاها، مرحبا الاخوان. العوده انتم شفتوها ضاره حتى هي بارب. هذا الفيديو هذا في غير البارب، عشاق البارب اجيو تفرجوا لهذا الفيديو هذا. وندوزو معاكم دابا العود ولد توبقال. مهم غتشوفوه تا هو بارب. وهذا ولد الفحل توبقال، اللهم بارك. مولا طال فيه 70,000 درهم. وقدامكم زيادة 2014. العود هو قدامكم الإخوان، مرخص الهدادة جميع الشروط. وبالنسبة للأخ اللي خلى تعليق، واش خدام معاهم واش هادي واش المهم أخويا، أنا ما خدام مع حتى واحد، أنا كنبارطاجي المعلومات كما كتوصل لك. إلا ما كنتيش أخويا من عشاق الخيول وكتبغي تولع بالخيول، ما عندك ما دير عندي بلا ما تبقى متبعني. سير دير شي خدمة ولا دير أنت شي حاجة أخرى وتبع اللي عجبك، فوتني انا عليك. حنا مراضين بلا ما تزيد لينا، كنبارطاجيو معاكم متبعين المتتبعين، الناس النقيين، الناس الزويونين اللي كيخليو تعاليق راقيه، ماشي اللي كيجيو غير يمرضوك وصافي ما عندهم ما يدير. المهم تحياتي للجميع المتتبعين اينما كانوا. ها هو شفتوا هذا الخير هذا، تبارك الله، اللهم بارك. الحاجه اللي كانت كتستحق راه كنعطيو لها الهضره، ما كانتش كتستحق راه كندوز ديريكت. يلا دوزوا بخير الاخوه.